منور الدنيا يا إناس. عجبني بقى ان في ما شاء الله ثقه زي ده بقى بعد ما خسينا واحلوينا وانت طول زي القمر على طول. خليك. لا هو الموضوع ان انا ما بقتش بشيل هم الاوتفيت بتاعي بقى زي زمان وايه يلم الجسم شويه وايه ما يبينش، فبقى اهتمامي 100% بشغلي اكتر من الاول. حلو. اه جدا. عايزين نتكلم النهارده عن التكريم في ايجي فاشن وموزز كتير قوي مش عارفين نعد، بس رايك عموما في المهرجان؟ والله انا بحب احمد جدا، احمد العزبي، وهو شخص مجتهد جدا ومحترم جدا، وكذا مره يصادف ان هو يكرمني وانا اعتذر عن ان انا اجي، ببقى يا اما بره مصر يا اما تعبانه، فمجرد ما دعاني المره دي انا جيت جري طبعا، وانا مبسوطه والله بالموضوع وبالنسبه لي حاجه جديده. حلو. عايزين نتكلم عن الشغل الجديد، قلت لي فيه مفاجات جامده قوي وحاجات جامده قوي، عايزين خدنا خطوات فيها لحد فين؟ اغنيه حلمت بيكي اغنيتي الجديده، انا هصورها الايام اللي جايه ان شاء الله، وتصويرها شويه هيكون في مفاجآت، الناس مش عايزه احرق الاحداث، بس هيكتشفوا ان في مواهب جديده بدات تطلع غير الغنى. هنمثل بقى ولا هنعمل اكشن؟ قولي لي يعني. شكلنا هنعمل حاجات كتير قوي الفتره الجايه. بدات زي ما بقول لك اهتم قوي بشغلي الفتره دي، وبعمل زي خطه ماشيه عليها، وربنا يقدرني وتكمل على خير ان شاء الله. نتكلم عن اللوك بقى، ما شاء الله حلو، الحلقه ازرق مع الفستان ازرق، حركات حلوه كده. اللوك فستان موجود، لقيته خدته من الدولاب، دورت على وانا اللي عامله الميك اب وعامله الشعر، الموضوع ابسط من الحاجات دي بكتير. فستان بسيط قوي يعني، حتى ما فيهوش حاجه زي القمر. ربنا يخليك يا رب. عايز اعرف كمان بقى، بما ان احنا ناويين نعمل الجنان في الكليب، الجنان اللي في حياتك بالظبط بيبقى ايه؟ لا هو انا مجنونه رسمي، هو انا برج الميزان، فانا عندي كل حاجه وعكسها. العقل قصاده الجنون بنسبه، فانا بحاول اوزن ما بين الاثنين علشان يطلع الشخص اللي انتوا بتشوفوه ده قدامكم. فالكليب بتاعي هيبقى فيه ورا الكواليس في جنان، وفي قدام الكواليس حاجات حلوه قوي، فده الجنان اللي ورا الكواليس هو اللي هيطلع بقى في الكاميرا. انا عايز اعرف في الحياه بقى ايه اكتر حاجه بتحس ان انت فعلا اكستريم فيها وبتحاولي تسيطري؟ تربيه الحيوانات وانقاذ الحيوانات. انا عندي هوس شديد جدا، واصل لمرحله ان بيتي قلب حديقه حيوانات. بس انا دايما بقول ان يمكن انا ربنا جعلني سبب من الاسباب، ويمكن دول اللي هيشفعوا لي عند رب العالمين في حاجات كتير في حياتي. فبحاول اسيطر على نفسي على قد ما اقدر، لان انا لو سبت نفسي حرفيا انا هربي حيوانات الدنيا كلها. دي حاجه. حاجه تانية الكلام الكتير عشان انا ما بسكتش. فدي حاجه كان عيب شديد فيها، ان انا كل في قلبي على لساني بزياده. كلام كتير هو يعني ايه؟ اي حاجه بتيجي على طول ماسكه السيف وبتحاربي. لا والله انا كنت اي حاجه بتيجي في بالي، في ناس تفكر وبعد كده تتكلم، انا اتكلم بعد كده اقول انا قلت كده ليه. فانا دلوقتي بدات ان انا اوزن شويه، وان انا اختار اللي انا بقوله وما اجرحش حد على قد ما اقدر. بس فبحاول اوزن. جوزك مستحمل كل ده ازاي، وفي خصوصا الحيوانات؟ انت خليتيه مدمن حيوانات زيك ولا لا؟ اول ما اتجوزنا هو قال لي حرفيا، قال لي مفيش حيوان هيدخل البيت. بعد شهر بالظبط لقاني جايبه قطه من الشارع وداخله بيها البيت. لما شاف كانت تعبانه، لما عالجناها وشاف ان ابواب الخير اتفتحت، هو بقى فاهم كويس قوي ان كل روح بتدخل بيتنا بتدخل برزقها وبرزقنا معاها كمان، وبقى في حب غير طبيعي لدرجه ان ساعات الاقيه هو داخل عليا معاه حيوان يقول لي دي لقيتها بتموت في الشارع، يلا بينا نروح للدكتور نلحقها. فخلاص بقى في كيمياء في الموضوع ده الحمد لله. عايز اعرف منك يا ناس بصراحه كده، هل الحيوانات بتعوض الامومه؟ لا هو انا اصلا بحب الحيوانات من قبل، من وانا طفله صغيره يعني، انا واختي مع بعض من واحنا لسه بيبيز كنا ننزل نلعب في الشارع، الاقي قطه عاميه مثلا، قطه مخبوطه بعربيه، قطه مولوده، كلب ناخده ونتبناه ونقعد نعالجه، فهي حاجه فينا احنا. واللهم لك الحمد الرحمه ما بتتشراش وملهاش اسباب خالص يعني، ما فيش حاجه اسمها حاجه بتعوض حاجه خالص. احساس الامومه انا بعوضه بطرق تانية كتير، من ان انا ام جوزي، من ان انا ام اختي، ام امي، ام كل الناس اللي بقابلها، في جوايا حنيه مفرطه جدا، ودي كانت سبب من الاسباب اللي كان بيخليني يحصل مع مشاكل كتير. ان انا مثلا لما امشي في الشارع اشوف طفل نايم في الشارع قلبي بياكلني، بقى ادخل اكتب على الفيسبوك يقولوا دي عدوه الدوله. لا انا منصره للانسانيه، مش عدوه حد ولا انا، بس شكل الانسان بيوجعني. معرفش يعني ليه حق اسال ولا لا، بس عايزه يمكن لسه نجلاء بدر لها تصريح قالت ان انا مستحيل ابقى ام، لان موضوع البويضات عندها والمشكله دي،
ايه اللي موقف الموضوع عند ايناس؟ ايناس حملها خطر الدكاتره. انا حملت 3 مرات، اول مره بعد الجواز بشهر ووقعت من على السلم وما كنتش اعرف ان انا عندي اصلا مشكله، واجهضت كانوا توام. بعدها حملت مرتين مؤخرا، يعني قبل انفصالي انا واحمد فتره 2017 و2018، ده كان اخر حمل ليا. الدكاتره هم اللي اجهضوني لان انا بيحصل معايا جسمي بيرفض الحمل، فبيحصل ترجيع دموي ونزيف دموي، معدتي بتقفل تماما من اي اكل بشكل نهائي، بدخل في حاله ضعف عام في الجسم، بوصل لمرحله الغيبوبه والحاجات دي. فالدكاتره هي اللي بتكتب لي تقارير، وكلهم كان وقتها دكاتره قوات مسلحه، يعني مش دكتور خاص بقى وكلام ده، لا ده دكاتره قوات مسلحه ومستشفيات قوات مسلحه. اتقال لي حرفيا انت لازم تقعدي 9 شهور جوه المستشفى ومش ضامنين ان انت تقومي منها اصلا سليمه او تجيبي البيبي اصلا سليم. يعني اخر مره انا خالي كان هيضرب دكتوره، يعني بتقول له احنا هي حالتها خطر، بس انا مش هجهضها. قال لا انا مش عايز بنتي تخلف، انا عايز بنتي عايشه. فالحمد لله يا عالم، يمكن لو انا ليا حظ ان انا اجيب طفل ممكن كان يجي مريض عنده اعاقه، اعيش موجوع عليه، افقده بسرعه. اكيد في حكمه وانا راضيه بيها، ما عنديش. انا بلاقي ان الناس عندها مشكله هي مش عندي، انا عندي رضا، فهم يمكن اللي مش راضيين لي ممكن. احمد متقبل الموضوع ازاي؟ احمد بيقول لي انت بنتي، انا الطفله بتاعته، انا طفله جدا، بعيدا بقى عن اللبس اللي انا لابساه والحفلات والايفنتات، انا طول الوقت لابسه فساتين وفيونكه وضفرتين، انا شخص بسيط قوي فوق الوصف، وقاعده طول الوقت بتنطط في قلب البيت، فهو مش حاسس، هو شايفني ان انا بنته. حتى وقت ما انا وهو انفصلنا وجيت دخلت عملت عمليه ما، الدكتور بيقول له حضرتك مين؟ قال له انا ابوها. عشان كده بقول لك انا امه وهو امي وهو ابويا، فما فيش عندنا الحته دي الحمد لله. ربنا يرزقك السعاده دايما ودايما مكسره. بعدين بنات اخت احمد هم يعتبروا كمان بناتنا، وبنعوض فيهم حب الدنيا كله بالدنيا عندنا. عايزين نغير الموضوع بقى؟ يلا بينا، انا معاك. عايزين نتكلم بس التمثيل، هل ممكن يبقى في فكره تمثيل قريب ولا لا؟ والله هي الفكره مطروحه بس انا خايفه منها جدا، وكل ما تتعرض عليا حاجه واوافق ارجع ارفض واتراجع كده وابقى جبانه. في ناس شايفين فيا حاجه انا يمكن مش شايفاها، وخايفه من النقد السيء. انا بقرا ناس كتير بتتعرض لنقد وحش وانا خايفه، فانا عايزه ابدا بحاجه بسيطه، لو شفت نفسي كويس فيها اكمل، ما شفت نفسي ما مش تمام هنسحب. فمستنيه بس حاجه تناسبني قوي ابدا بيها. ملك التوفيق ودايما في تكريمات ونجاحات وكسرت. تسلم لي يا رب، ربنا يخليك.